يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تو كلينك. دكتورة روان دويش حياك الله معنا. الله يحييك دكتور وشكرا على الاستضافة. الله يسلمك، الشكر لحضرتك دكتورة. دكتورة روان دويش حضرتك صاحبة تخصص مهم وهو أمراض الباطنية. دكتورة، يمكن في أمراض الباطنية عندنا الكثير مواضيع اللي نتكلم عنها، لكن في البداية اللي بنختار مرض السكري. دكتورة، مرض السكري يمكن له أنواع معينة وله أسباب، في البداية قولي لي شنو هو مرض السكري وشنو هي أنواعه؟ أوكي، طبعاً أنواع مرض السكري كثيرة، بس من أهمها النوع الأول والنوع الثاني. نعم. نركز اليوم على السكري النوع الثاني علشان نشرحه بالتفصيل. بالسكري النوع الثاني، الجسم يتوقف عن الاستجابة بصورة طبيعية لهرمون الإنسولين، وتدريجياً راح يقل إفراز هرمون الإنسولين من البنكرياس. ممتاز دكتورة، الأسباب ليش يصير هذا الخلل ويقوم الجسم مثلاً ما يفرز هذا الإنسولين؟ طبعاً هم شافوا أن الناس اللي عندهم الوزن الزايد أو عندهم السمنة تزيد فرصة إصابتهم بالسكري النوع الثاني. بس عشان أقول لك بالضبط، هو يعتمد على عوامل جينية وعوامل بيئية. دكتورة، أبي أسألك، يكون أن في ارتباط بين زيادة الوزن والسمنة وأمراض السكري خصوصاً من النوع الثاني، هل عندنا مرض السكري نوعا ما الأعداد مرتفعة عندنا هنا بالكويت؟ اي نعم، الأعداد جدا مرتفعة مقارنة حتى بباقي الدول في الخليج العربي. واو، لأن في ارتباط مع السمنة بشكل كبير. اي نعم. ممتاز. دكتورة، الحين احنا نبي نتكلم شنو هي أعراض مرض السكري من النوع الثاني بالذات؟ هو في ساعات السكري النوع الثاني ما نكتشفه إلا لما يوصل المريض الطوارئ، يكون مثلاً جاينا بزيادة حموضة الدم نتيجة لأن السكر يكون غير مضبوط. ساعات ممكن لما يكون ارتفاع السكر يسبب وانت بكرامة تبول. صحيح. المتكرر. العطش، زغللة بالعين، ممكن حتى الشخص يتواجد أو نشوفه مثلاً بالعيادة أو غيره يشتكي من أعراض الذبحة الصدرية أو مشاكل السكتة الدماغية. دكتورة زين، نسبة الأعمار اللي ممكن إنه يعني يصابون أكثر في الفئة متى بالضبط؟ هل هي الشباب، نهاية الشباب، بداية الأربعينات اللي ممكن يصابون في مرض السكر من النوع الثاني؟ أقدر أقول لك هو على حسب العوامل، يعني متى ما وجدت العوامل البيئية والجينية راح يصير في عندنا السكري النوع الثاني. زين دكتورة، في فحص مثلا مبكر ننصح فيه الناس مثلا أنهم يسوونه، خصوصا إذا نوعا ما في جانب وراثي مثلا في هذا المرض، وأيضا ممكن يكون في سمنة نوعا ما عند الأشخاص؟ إيه نعم، احنا ننصح الأشخاص أن يسوون شيء احنا نسميه السكرينينج علشان الكشف المبكر حق السكر النوع الثاني. فننصح الرجال والنساء سواء كان عندهم عوامل خطر بمعنى السمنة، عندهم مثلاً ارتفاع الضغط، ننصحهم أن يفحصون عن طريق ممكن السكر التجسسي اللي احنا نسميه HbA1c، وممكن يعطينا فكرة عن إذا ما كانوا مصابين بالسكر أو لا. ممتاز دكتورة، دائماً نسمع أن فحوصات مرض السكري ما تكون مثلاً لحظية، يعني نتيجة فحص الدم ممكن تكون تحتاج مدة. هذا التجسس شلون طريقته دكتورة بالضبط؟ طبعا اول شيء فحص السكر النوع الثاني، احنا عندنا ال HbA1c اللي ذكرته نفس ما ذكرت حضرتك اللي هو السكر التجسسي. نفحص عن طريق الدم. تمام. راح يعطيني فكره عن السكر في جسم الانسان شلون كان خلال فتره الشهرين اللي طافوا. طبعا عندنا الفحص الثاني اللي نفحصه لما يكون الشخص صايم تقريبا 8 ساعات، اللي هو الفاستنج بلد شوجر. راح يعطيني طبعا لحظتها السكر شلون او شنو ايش كثر معدل السكر. وفي الراندوم بلد شوجر اللي هو بطريقه عشوائيه حتى لو الشخص يكون ماكل، هم بعد هذا راح يساعدني بالتشخيص. ممتاز دكتور روان دويش، عندي الكثير من الاسئله لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتوره روان دويش. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتورة روان دويش كنا قاعد نتكلم عن مرض السكري بأنواعه، وما شاء الله عليك أعطيتنا الكثير من المعلومات القيمة حول هذا المرض. لكن دكتورة نبي إذا أحد مثلا صار في هذه الأعراض اللي تكلمنا عنها قبل الفاصل وياكم مثلا العيادة، دكتورة شنو تسوون في البداية كأمور تشخيصية حقه؟
طبعا كل مريض لما يجينا العياده لازم ناخذ منه التاريخ المرضي والتاريخ العائلي. هذا جدا مهم. وبعد الفحص الكلينيكي نتوجه حق التحاليل. فاذا الموضوع بخصوص السكري نوع الثاني فعلى حسب تشخيصه على حسب الجمعيه الامريكيه للسكري، اذا الشخص ما كان في عنده اعراض بس في عنده مثلا عوامل خطر ممكن نسوي له السكر التجسسي. فاذا كان الرقم مال السكر التجسسي اكثر او يساوي 6.5 او مثلا السكر وهو صايم لمده 8 ساعات اكثر او يساوي 7، هني ممكن نعيد الفحص فترة أخرى أو نسوي له الفحصين مع بعض عشان نشخصه بالسكر. في حالة ثانية، في حالة وجود الأعراض المتعارف عليها الارتفاع السكر اللي ذكرناها سابقا، إذا سوينا فحص السكر راندملي اللي هو بطريقة عشوائية وكان أكثر أو يساوي 11.1 فمعناته هذا الشخص تم تشخيصه بالسكر. ممتاز. دكتورة دائما نسمع أن السكر في بعض الناس يقولوا له تعال صايم، في ناس يقولوا لا مثل أكل الوجبة يمكن سمعنا، وفي ناس يحطونه محلول. شنو هالأمور هذه اللي تسوونها اللي مثلا خروجكم في نتيجة إيجابية لفحص السكر؟ احنا عادة علشان نشخص الشخص العادي مو شخص يعني بالنسبة حق نساء الحوامل ممكن ساعات نعطيهم المحلول وغيره. صحيح. بس إذا كان الشخص العادي نفس ما قلت لك احنا عندنا ثلاث أشياء نقدر نتبعها. يعني إذا يعني شخص وكان في عنده أعراض تدل على وجود السكر وما راح أقول له روح البيت وصوم وتعال. حلو. خلاص ممكن أسوي له راندوم اللي هو عادي وهو يكون ماكل. ممتاز. إذا كان مرتفع 11.1 مثل ما ذكر خلاص يتم تشخيصه بالسكر. بس في حالة إذا مثلاً ما كان في أعراض هني لا والله اللي هو فحص السكر التجسسي أو ممكن يكون صايم. ممتاز. دكتورة خلينا نروح حق الطرق العلاجية. شنو الطرق العلاجية الموجودة لمرض السكري من النوع الثاني؟ إنزين. الطرق العلاجية من السكري النوع الثاني أول شيء لازم نفهم الشخص المصاب بسكري النوع الثاني عن أهمية هذا المرض وشلون يصير بالضبط عشان يفهم طبيعة المرض. حلو. لأن العلاج هو المريض لازم يشترك مع الدكتور في المرحلة العلاجية. إذا كان من أصحاب الوزن الزايد أو عنده مثلا مشاكل بالوزن طبعا أكيد ننصحه دائما أنه ينزل وزنه. عنصر التغذية، عامل التغذية جدا مهم حتى لو ما كان في وزن زايد. بمعنى يعرف شنو الأشياء اللي ممكن ترفع السكر وشنو الأشياء اللي يحتاجها لا سمح الله إذا صارت في عنده نوبة هبوط سكر. ممتاز. هذه معلومة جدا مهمة لازم يركزون عليها مرضى السكر. صحيح. طبعا النشاط البدني لازم يكونون حريصين عليه بصفة دورية 3 أو 4 مرات بالأسبوع. ممارسة الرياضة. إيه نعم. ممتاز. بعدين دورنا إحنا كدكاترة. طبعا دورنا إحنا كدكاترة راح نبدي العلاج. نشوف إذا الشخص مثلا يحتاج العلاج الدوائي اللي هو عن طريق حبوب عن طريق الفم وعندنا وايد أمثلة عليها. بعدين عندنا الإبر وهم بعد عندنا وايد أمثلة عليها مثل الإنسولين وغيره. إذا استنفذنا كل هذه الحلول وشفنا السكر للحين مو مضبوط، الشخص مو قادر ينزل وزنه، طبعاً عمليات الجراحية وتنزيل الوزن هم بعد تلعب دور وتساعدنا بهالشيء. ممتاز. دكتورة لو تعطيني نبذة بسيطة شنو هي العمليات الجراحية اللي تسوونها؟ احنا ما نسويها بس اكيد زملائنا يعني قصدي الستاف الطبي. اي نعم. زملائنا دكاتره الجراحه. نعم. التكميم يعني يعتبر التكميم هو يعني ممكن يكون احد الحلول المهمه لمحاربه مرض السكر. اخر الحلول يعتبر من اهم الحلول. ممتاز. دكتوره روان دويش باسمي وباسم اسره برنامج تو كلينك نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. الله يسلمك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.